السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي المشاهدين ومعكم محمد الحميلي النهاردة إن شاء الله هنكتب مع بعضينا سورة الفاتحة فاتحة الكتاب بخط النسخ وهنستخدم قلم الجاف العادي وبنهدف من هذه الكتابة هي تحسين الخط بالقلم العادي ركز معي وشوف طريقة الكتابة إزاي يعني الحرف واتجاه الحرف أثناء الكتابة الى هنا ينتهي درس اليوم والى اللقاء مع درس جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته